دي شغلانتي ان انا اتابع الابطال، فانا لقيت في تغير حتى وهو لابس، يعني ما اسلام ما بيتصورش بتيشيرتات قالع كتير، فهو لابس انا حاسس ان في تغير. فبصراحه دخلت له في الغرفه قلت له هو في ايه؟ فقال لي لا ما فيش حاجه عادي جدا وبتاع. قلت له لا الموضوع مش طبيعي، وعلى فكره انا جاي امريكا عشان خاطر اغطي اولمبيا. هو سمع الخبر ان انا جاي اولمبيا، قال لي هاني طب انا هقول لك على مفاجاه كمان. كنت بتصرف ازاي؟ كنت عايش يعني انا عارف ان كانت الدنيا صعبه وضيقه عليك. اسلام حياته مش سهله، فبرمي المسؤوليه لحد تاني. الحد التاني ده هو اللي ياخد باله مني. مفيش حد هنا بيساعد حد، هنا مع نفسك. السؤال جاي اهو، دلوقتي انت بتقول ظروفك الماديه مش تمام قوي، حياتك صعبه، عندك مشاكل صحيه بالنسبه لزوجتك، خطيت المحنه بتاعت الكام ساعه اللي قبل طلوع المسرح دي ازاي؟